مرحبا، احنا نزلنا على الشارع حتى نسأل ونضحك مع الناس. بالمقابل في راح يكون عندنا جوائز، هاي الجوائز راح نقدمها للناس بعدة أسئلة. لازم نبلش مع أول شخص. مرحبا مرحبا مرحبا، بدهاش ترد علينا. مرحبا، راح ندور على ناس كثير وراح نربح ناس كثير، وانتي طنشينا وما تردي علينا. باي باي. شايفين هدول؟ هدول فيهم جوائز لأنه نهاية سنة فبدنا نربحكم. أوكي. من رؤية، معك رقم حماتك، تقدر ترن عليها؟ بقدر طبعا. يلا رن عليها. شو هالبلوة بلتوني فيها؟ أني بلوة بدها تشتري كل إشي بالمول. لا بستنها مش أنت جوزها؟ أوبا. طيب وهي هدية؟ يلا والله يعني جوزها بدك تتحملي. قد إيه صار له جوزك مسافر؟ أسبوع. طيب رني على حماتك احكي لها أكرم طول الغيبة بعدين معها. يا رب بترد أنتي سناء. أهلاً حنونة، هلا حبيبتي. والله أنتي أكرم طول الغيبة، يعني إمتى بده يجي؟ والله بدعي لكم ليل نهار، والله كل يوم على صلاة الفجر أول ما بصحى بدعي لكم. يا رب تطلع الإقامة إن شاء الله تطلع. وكل عام وأنت بخير. ترن على والدتك تحكي لها أنا عازم 15 شاب من أصحابي، بدي سفرة مرتبة لأني تلبست الطابق تلبيس. هلو. مرحبا. أهلاً ماما، كيفك حبيبتي؟ الحمد لله. هذا تلبست عزومة أنا هلا قبل ما شو اسمه من هون هيك لساعتين زمن، فأنا حكيت لهم خلص يعني ماما ما بترد لي طلب. طبعاً أنت عارف إني بردكيش طلب. يعني خلص أحكي لهم يجوا؟ أحسن سهلة، يلا بس كيف خبز ماما. ماشي ماشي حبيبتي ماما. شو بدها تعمل لنا؟ يعني شو ما بدكم عاد. طيب بعطيها هاد، سلم عليها، وقفي على الطاولة، غني بصوت عالي خلي الكل يطلع عليك ويسمعك. لخبط شخبط لخبط لخبط، مسك الألوان ورسم على الحيط. شخبط شخبط لخبط لخبط. خلاص؟ طيب سلامتك وهي هدية. باي باي. حاولت أوقعهم ما زبطت. هابي نيو يير. كل ما شوفك بيطيف لازم تهيب نسمة صيف، من نومتي تصحيني ما أدري الغالي صار، لا هدهودي جيب أخبار وان الهجور ما ذيني. كيف حالك؟ تمام. رني على بابا وقل الحب احكي له عم بطلب من ماما تشتري لي أغراض ومش راضي. بابا احنا بالمال، عم بطلب من ماما تشتري لي اغراض بس مش قابله. قلت لي اسالي بابا. سكر الخط. سكر الخط في وجهها. كل عام وانت معك رقم والدتك؟ والدتي بس بسوريا مو هون. رن على الشاب احكي له من هون لنص ساعه بدي 2000 دينار اردني. كيفك طارق؟ يا هلا حبيب، بدي اياك بشغله من هون لشي نص ساعه بدي شي 2000 دينار. تكرم عينك. تشرف اي حد. والله كفو، بده يعطيه 2000 دينار وينه؟ جيبوا لي يا صاحبه 2000 دينار بنص ساعه. وانا مسنود عليك يا اخويا وحبيبي. مرحبا. اهلا. رن على والدتك احكي لها ماما انا عازم 15 واحد جايين عندنا على البيت بعد ساعه. والله لطخني. ورجيني ما ندعتني ماما. بتصلي؟ حبك حبك. أمي كيفه؟ بدي أعزم شباب الكورت عندي هلأ كمان نص ساعة. شو يأكلوا؟ اسمعي يعني هيك أبو 10-11 الواحد. بالله عليك أنا المطعم عندي مسكر، روح طير تنزح ولا؟ والله رحنا. يلا باي باي. انتبه انتبه انتبه. نطول الجيم؟ يعني لسه هلأ نازل. بعد ما ترن على حماتك احكي لها الله يسامحك شو البلوة اللي بلتوني فيها؟ شو هالبلوة اللي بلتيني فيها؟ مرتي. مرتي شو هي؟ يا عمالها بتطلب كثير شغلات. طب احكي لها شو الحل مع البلوة؟ وبعد يا زلمة خلص. طب يلا كل عام وانت بخير. بغلبك؟ لا اصحابه احسن منه سرع. صوته حلو؟ صوته حلو بالغناء؟ هو بس هلا مفلوز. مفلوز، غني صوت عالي وتطلع على الكاميرا. على بابي واقف قمرين. نسيني ليه بتتعب قلبي وياك. اعلى اعلى. طيب امه زقفت له. مبروك. كل عام وانتم بخير، باي باي. رن عليها. هاي حجة. ايوه يا حمزة.
هاي يا حبيبتي كيف حالك؟ يما شباب اليوم 15 شاب جايين يتعشوا عندي، شو في عشاء؟ عشاء؟ 15 واحد جاي. ما عندنا عشاء. يما 15 شاب. هي ولد عشان حاط سبيكر. شلونك يا حجة؟ أنا معاذ من قناة رؤية. لا بمزح يا خالتي، تفضلوا. نتفضل عندكم؟ احنا وياكم نتعشى مع بعض، هذا ما هو مكلف، ما هو قاعد أذكر. قال طبيخك زاكي. والله حياك الله اللي بدكم إياه، بس مش اليوم. كل عام وأنت بخير يا حجة، حبينا نعيد عليك عشان رأس السنة ونقول لك هابي نيو يير. مين أنت؟ أجمع عربي. أنا معاذ خالته من قناة رؤية، قاعدين منصور. حبيب حمزة، هذا الأخوك الصغير. حبيب قلبي. السلام عليكم. هيك بنكون وصلنا لنهاية تقريرنا، ضحكنا مع الناس، انبسطنا مع الناس، إن شاء الله يكونوا انبسطوا معنا. نرجع منشوفكم بتقرير جديد. كل عام وأنتم بخير. باي باي.